في حد شايف السلايد يا شباب؟ هو الشير واضحه لكن السلايد ما ظهرتش لسه. السلايد اهي تمام كده، هو كده انا السلايد شايف كده ظهره. السلايد. تمام كده السلايد ظهر. ماشي ماشي. محاضرة النهاردة مراجعة. دكتور بس كنت عايز من حضرتك برضه لو ينفع ترفع لنا اللي هي البي دي اف اللي هي بتاعت الاسبوع العاشر اللي هي حاضر فيها البارامترز بتاعت حاضر السويب. حاضر 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 حاضر. محاضرة النهاردة بالليل هرفعها، تمام يا دكتور. اللي هي البلين ويف، ومحاضرة المراجعة النهاردة بإذن الله. أنا تمام شكرا النهاردة دكتور. هعمل مراجعة على هذا الكورس. هذا الكورس فيه ثلاث عناوين رئيسية. أول عنوان اسمه Static Electric Field، وخدنا فيه أربع محاضرات. Static Electric Field، المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة، المحاضرة الرابعة. والعنوان الثاني Static Magnetic Field، وخدنا فيه محاضرتين. العنوان الثالث والأهم هو Time Varying Electric and Magnetic Field، وده خدنا فيه أربع محاضرات، واحدة على فاراداي، واحدة على ماكسويل دريفيشن، واحدة سوليوشن، واحدة بلين ويف بروباجيشن. حد يسأل يا دكتور ما معنى استاتيك إلكتريك فيلد؟ ده مهم جدا. تطلع من هذا الكورس انا بعد كل سوات سلايد كده هديكم مسألة واشوف مين اللي هيعرف يحلها. بس الاول، ما معنى استاتيك إلكتريك فيلد؟ كلمة استاتيك يعني لا يتغير مع الزمن، يعني ثابت. استاتيك يعني ثابت ولا يتغير مع الزمن. معناها يوجد إلكتريك فيلد مش معاه ماجنتيك فيلد. احنا عارفين ان الإلكتريك فيلد بيجي منين؟ بيجي من شحنة إلكتريك تشارج كيو، وكيو دي ات ريست، ستيشنري، ستاتيك. حوالين الإلكتريك تشارج بيجي إلكتريك فيلد. فهندرس الالكتريك فيلد، استاتيك الكتريك فيلد. الاستاتيك الكتريك فيلد جاي لوحده. طيب، وعندنا في التلت الثاني استاتيك ماجنتيك فيلد. والاستاتيك ماجنتيك فيلد بيجي نتيجه كارنت اليمنت، كارنت ماشي في كوندكتور بس ان ستيل دايركشن، في اتجاه واحد، دي سي او بيرمننت ماجنت او ايرث او الكتروماجنت. ده يجيب ستاتيك ماجنتيك فيلد، ملوش، بيبقى لوحده اونلي ماجنتيك فيلد، مش معاه الكتريك فيلد. يبقى الاولاني الالكتريك فيلد لوحده نتيجه الشحنه، والتاني الاستاتيك ماجنتيك فيلد لوحده نتيجه الكرنت اليمنت. في التلت التالت من الكورس تايم فارينج الكتروماجنتيك فيلد. يعني ايه يا دكتور تايم فارينج؟ يعني لو في الكتريك فيلد يبقى معاه ماجنتيك، لو فيه ماجنتيك يبقى معاه الكتريك، ومفيش تايم فارينج الكتريك فيلد الون، ومفيش تايم فارينج ماجنتيك فيلد الون. الاثنين مع بعض there is association of electric field and magnetic field. مهم جدا ان تعرف في هذا الكورس ما معنى static electric field، ما معنى static magnetic field، ما معنى time varying electric field. واول حاجة عايزك تعرفها في الكورس اسمها duality، وبعض الكتب يقولوا analogy. يعني ايه يا دكتور كلمة duality ويعني ايه كلمة analogy؟ انا هوقف ولد وبنت، هقول البنت شعرها طويل، الولد شعره قصير، الولد بيلبس قميص وبنطلون، البنت بتلبس مش عارف جيبة او فستان.
ديواليتي. احنا عندنا حاجتين عايزين نعمل ديواليتي. فانا اتمنى اسال سؤال اقول منشن ديواليتي اور انالوجي بتوين استاتيك الكتريك فيلد اند استاتيك ماجنتيك فيلد. هنا يناظر ايه؟ هنا يناظر ايه؟ هنا يناظر ايه؟ كل واحده ولها نظير. فاحنا قلنا السورس كوانتيتي في الاستاتيك الكتريك فيلد الشحنه الالكتريك تشارج وهي سكيلر كيو، بينما في الاستاتيك ماجنتيك فيلد هي كرنت اليمنت يعني موفينج الكترون ان ستيل دايركشن. ده السبب اسمها سورس كوانتيتي. وعندنا نتيجه الشحنه اللي ثابته بيطلع حاجتين، الحاجتين دول بنسموهم فيلد كوانتيتيز. اي اسمها الكتريك فيلد انتنسيتي وفيكتور وفولت بير متر، ودي الكتريك فلوكس دينستي والالكت او ساعات سموها الكتريك ديسبليسمنت واليونت كولوم بير متر سكوير. يبقى هنا اي ودي. في الناحيه الثانيه اتش وبي، اتش الماجنتيك فيلد انتنسيتي امبير بير متر وفيكتور، وبي الماجنتيك فلوكس دينستي. طيب يا دكتور معاكم الورقه والقلم؟ حد معاهوش ورقه وقلم؟ يا ساده يا ساده حد يرد عليا؟ معانا يا دكتور. طيب هدي مسألة فيها دي وهدي مسألة فيها بي، عايز تحسب ايه يا دكتور؟ خلي بالك هخش على المسألة، ادي اول مسألة. بس الاول قبل ما اخش عندنا حاجة اسمها electric flux بنرمز لها بالرمز فاي اي، وهي تتكامل على سيرفس اي ضد دي اس او دي او دي ضد دي اس. ده اسمها يا جماعه ايه؟ الكتريك فلوكس. اكتب السؤال ديفاين، انا بمل السؤال اهو، ديفاين الكتريك فلوكس فيزيكالي اند ماثيماتيكالي. ده سؤال نظري. ديفاين، اكتب يا ابني، ديفاين electric flux physically and mathematically. هيك كتبنا السؤال ولا ما كتبناش يا شباب؟ define electric flux physically and mathematically. وعندنا الاستاتيك ماجنتيك فيلد، ماجنتيك flux phi m بتساوي تكامل على سيرفيس b ضد دي اس. نشوف بقى المسائل. اول مسألة عايز حد اللي هيطلع الناتج يقول لي انا اسمه فلان. مسألة اهي باينة قدامكم ولا مش باينة يا شباب؟ هقراها، هقرا المسألة. calculate the electric flux. يبقى دكتور حامز عايز مين؟ فاي اي كروسنج ذا سفير سيرفيس، سطح كوره. سطح ايه يا جماعه؟ سطح كوره. الراديوس بتاعها ايه؟ بتلاتة متر. مدينا يا دكتور، مدينا الالكتريك فلوكس دينستي، مديلك دي اول مره. الدي يونيفورم بتساوي 10 في اتجاه الزد، والدي زي ما احنا قلنا كولوم بير متر سكوير. حد يعرف يطلع فاي اي؟ حد يعرف يقول القانون؟ الفاي اي بتساوي اي على ايبسلون نود. مين؟
طيب اتكلم. اتفضل. حد يعرف القانون ازاي نجيب الالكتريك فلاكس بي من ال الالكتريك؟ اتفضل قول. الفاي اي على الالكتريك يساوي تكامل ال... طب حد واحد بس يتكلم يعني. انا قول اقول اقول انت يا ابني وبعدين هي تقول برضه مفيش مشكله. قول الفاي اي على الابسلون نوت بتساوي تكامل الدي دي ضد دي اس. ماشي. فاي اي احنا لسه كاتبينها من قبل شويه بتساوي تكامل اي ضد دي اس. طيب والاي هي دي على ابسلون او دي في الدي بتساوي اي في ابسلون نوت. انا سؤالي البنت تجاوب الدي اس تساوي ايه في هذه الحاله؟ الاي دي اس هتبقى هتبقى الاريا في ثانيه واحده. الاريا اللي هي ايه؟ احنا كوره اللي هي باي ار سكوير. باي ار سكوير. باي ايه سكوير. باي ايه سكوير. برافو عليك. انت اسمك ايه بقى وهو اسمه ايه؟ انا اسمي ضحى حسن. ضحى. يوسف حسين اسماعيل. يوسف حسين اسماعيل. طيب لو انا قلت الدي مش يونيفورم يعني هنا كان يونيفورم زي ما قال الضحى كانت باي ايه سكوير. طب لو نان يونيفورم الدي بتساوي 10 ار سكوير وار دي اللي هي ايه يعني في اتجاه الزد نعمل ايه بقى؟ حد يعرف؟ هعملها برضو انتجريشن. ايوه بس دي اس هنا تساوي ايه؟ هتبقى دي ار في دي سيتا. ار دي سيتا وار من 0 ل 3 وسيتا من 0 ل 2 باي. بس خلاص خلص المساله. ده كلها كانت يا جماعه ايه؟ فاي اي. ادي اول مساله. فلو سمحتوا هذه المسألة تحلوها مع المعيدين وتطلعوا الناتج. طب يا دكتور ده فاي اي. طب لو احنا عايزين مسألة على فاي ام اقول لك ماشي. يعني الفكرة ان فاي اي بتساوي تكامل اي ضد دي اس. اهو المسألة اهي. طب المسألة اللي جاية. ها. كالكوليت ذا ماجنتيك فلوكس. عايز مين يا دكتور؟ عايز فاي ام. والسطح اللي قدامك مستطيل الطول 3 والعرض 2 والماجنتيك فلكس دينستي ماجنتيك فلكس بي از جيفن باي لو يونيفورم بي بتساوي 10 في اتجاه الزد. حد عارف فاي ام بتساوي يا سادة؟ بي دي اس يا دكتور. تكامل على سيرفس بي ضد دي اس. كويس قوي. يلا حل بقى طلع لي كده. بالمناسبة فاي ام ده اليونت بتاعتها ايه؟ ويبر بالمتر سكوير. لا ده البي اللي ويبر بالمتر سكوير. يبقى فاي ام بس ايه؟ ويبر بس. ويبر بس. الله يفتح عليك. يلا حد يطلع لي البي ب 10 في اتجاه الزد. البي ب 10 في اتجاه الزد تطلع كام؟ وطبعا ده مستطيل دي اس سهله يعني الطول في العرض هتبقى دي واي. هتبقى البي في الـ في الدي واي دي اكس. ايوه كام؟ عايز حد يقول رقم عشان اكتب اسمه. انا كتبت اسم يوسف وضحى. 60 يا دكتور. 60 ويبر. برافو عليك. انت مين؟ يوسف حسين. يوسف حسين مرة التانية. كويس قوي يا يوسف. طيب التانية بقى نون يونيفورم بي بتساوي 5 اكس سكوير واي تكعيب. هتبقى انتجريشن من يعني الاكس والواي. هتبقى أيوة. دي اكس ودي واي. الاكس من 0 ل 3 والواي من 0 ل 2.
كويس او لو قلت الرقم هديك الدرجة النهائية انت ويوسف في اعمال السنة. طيب. طيب. واحدة. الانتجريشن يبقى اكس باور 3 على 5 وواي باور 4 على 5 وهنا يبقى ثانية واحدة. راحتك خالص. بس يبقى 3 × 2 هتبقى البي يعني البي هتبقى بستة فبالتالي هتبقى ثانية واحدة. البي احنا عايزين فاي ام يا بنتي. ايوه نعم. ايوه 80. برافو عليك. انت مين؟ يوسف حسين. برضو يوسف. خلاص يوسف كده اوعدك ان انا هقفل لك اعمال السنة. ضحى لك 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 فرصة تانية يا ضحى. تمام. يبقى ماشي. الدكتور حامد ادانا مسألتين. مسألة على الالكتريك فلوكس ومسألة على الماجنتيك فلوكس. طيب عندنا ايه هي الطرق اللي احنا خدناها عشان نعين الالكتريك فيلد انتنسيتي؟ اربع طرق. انا هدي مسألة. اول طريقة يوزنج كولومز لو. كولوم لو يا دكتور بيجيب الفورس. ما احنا بنرسم اف على كيو يطلع اي. تاني طريقة using electric field force lines دي بالرسومات. تالت طريقة using Gauss law of electric field. رابع طريقة using electric potential. انا هدي مسألة على using Coulomb's law. يلا هي عايز فرصة مين بقى اللي هيقول المسألة اهي. هكون سعيد جدا لو ضحى حلتها. هقرا المسألة. Calculate the electric field intensity E at the point B3 اللي هي 2 و1 و4 متر نتيجة نقطتين. نتيجة Q1 اللي هي عندي B1 اللي هي 3 و1 و3 ونتيجة Q2 اللي هي عندي B2 اللي هي 1 وناقص 1 و2. عايز احسب اي الالكتريك فيلد انتنسيتي. يلا عايز حد بالراحه كده يطلع لي الناتج النهائي. هدي لك وقتك خالص مفيش مشكله خالص. يعني عايز الالكتريك فيلد نتيجه شحنتين. هجيب اي 1 لوحدها واجيب اي 2 لوحدها وفيكتوريال سم اي توتال يساوي اي 1 زائد اي 2. براحتك خالص. دكتور هو إيوان هتطلع بسالب 1.9 × 10^16 زائد 1.9 × 10^16 يعني ها؟ كان إيوان نتيجة أنهي نتيجة كيو وان؟ سالب 1.9 × 10^16 زائد في اتجاه الإكس زائد 1.9 × 10^16 في اتجاه الزد. طب كمل المسألة الآخر. كمل المسألة الآخر. هو أنا طلع معايا دكتور القوة الأولانية 38/10^3 في اتجاه الآي ماي بالماينس وفي اتجاه الكي الموجب. هي في اتجاه الآي ماشي وفي اتجاه الكيس دي سالب ودي موجب آي. بس الأرقام
مش إيه إزاي بنحسب الإلكتريك فيلد؟ أنت اسمك إيه؟ محمد صلاح يا دكتور، محمد صلاح. أيوة محمد الصلاح. القانون بتاع الإيه بيساوي إيه؟ كيو على 4 باي إبسيلون نوت في آر تكعيب في الآر. طيب الواحد على 4 باي إبسيلون نوت ساعات سموها كي 9 في 10 أس 9، أدي أول حاجة. وكيو 1 بستة في عشرة أس ناقص ستة، فاضل بقى آر اللي فيكتور اللي فوق واللي تحت الماجنتيود. أيوة يا دكتور أيوة. أنا بحسب الخطوات تاني أهو. احسب تاني. كلام زميلكو صح، ان فيها الـ E1 X component و Y component، بس غلطان في الرقم، والـ X بالناقص والـ Z بالزائد. طب دكتور هي تطلع في الآخر سالب 1 بتساوي 10 في 10 أس 16 في اتجاه الـ I، صح؟ أول كلمة كده صح؟ كم؟ 1.9 في 10 أس 16. ده في اتجاه الاكس. دكتور الاجابه، دكتور الاجابه الجي بتاعتها ب 12.8 في 10 اس 3. دكتور نعم يا حبيبي. اقول هو مش المفروض أطلع في اتجاه الاي اللي هو في اتجاه الاكس هتبقى سالب 62 كي، وفي اتجاه اللي هو الواي يعني هتبقى سالب 47 كي. اولا اي 1 اكس وزد بس او اي وكي. تمام. والآي سالب والكي موجب. تمام. بس الأرقام انتوا غلطانين فيها، معرفش ليه حدش أجاب النتيجة صح لحد الوقت. طيب أنا ممكن أقول الأرقام هتبقى الإي توتال، يعني الإي واحد هتبقى 190 ستة خمسة في الاتجاه السالب بتاع الاي اكس وموجب الاي زد. ايوه هي موجب بس كام؟ طيب تمام. انا هقول الاي الثانيه وهقول الاي توتال. هات الاي توتال يا ماما، هات الاي 2. ماشي. الاي 2 كم كومبوننت؟ 3. 3. قولي اول كومبوننت اي اكس و2 اي واي و2 اي زد. ليه؟ في حاجة غلط. الاي توتال مجموعهم. انا طيب. الارقام اللي عندي غير كده. ما هو البي الاي 2 هتبقى 3 ناقص 1 يبقى 2. 3 ناقص 1 يبقى 2 و3 ناقص 2 يبقى 2 اي اكس و 2 اي واي و1 اي زد. انا اسف، مش هي واحد صح وناقص واحد واتنين واتنين وواحد واربعة، ها يطلع ازاي اتنين وواحد واربعة؟ نعم يا حبيبي. الاجابة طلعت 12.8 في 10 اس 3 في اتجاه الاي والجي و 31 في اتجاه الكي. عندي الارقام غلط. لا الارقام عندي غلط كده. طب دكتور اتفضل.
إيتو في اتجاه الآر هتطلع سالب 4 5 6 6 بوينت 7. انا عندي الاي توتال ناقص 155 و3 من 10 في 10 اس 3 في اتجاه الاكس، وفي اتجاه الواي ناقص 5 و3 من 10 في 10 اس 3 في اتجاه الواي، وزائد 147 و4 من 10 في 10 اس 3 في اتجاه الزد. في حاجة عندك كلكم غلط. نقول القانون يا جماعة، نرجع القانون معلش. R3 ناقص R1، مش كلكم طلعينها as a vector، ناقص X زائد Z فوق يا جماعة. تمام يا دكتور. تمام تمام. أيوة كويس. و R3 ناقص R2 مطلعينها زائد X زائد 2Y زائد 2Z. أيوة يا دكتور. تمام تمام. نشوف بقى القانون. ايه بتساوي كي؟ كي دي يعني اللي هي 1 على 4 باي ابسلون نوت، اللي هي 9 في 10 اس 9، وكيو 1 6 في 10 اس 6، وفي القوس اللي هي الفيكتور ناقص اكس زائد زد. تحت بقى المقام يا جماعه، مودولاس ار 3 ناقص ار 1 الكل تكعيب. تمام. تطلع كام؟ ناقص واحد تربيع زائد واحد تربيع، كل ده أس 3 على 2. طب اكتب الحل، اكتب الناتج، وبعد المحاضرة شوف هتطلعه ولا لا. الناتج الصحيح دكتور، هو أنا عامل زي حضرتك كما قلت، بس طلع معايا أس 30، يعني طلع معايا 1.48 في 10 أس 30 نفس اللي حضرتك عامله. هي المفروض حضرتك هو فوق الكيوب في اس ماينس 6، 10 اس ماينس 6 عشان مايكرو كولوم. ايوه. وبرده ناقص 8 ناقص 8 في 10 اس ناقص 6. ايوه. الناقص ال 10 اس ناقص 6 مع ال 10 اس 9 تجيب 10 اس 3 اللي هي كيلو فولت. طيب نعدي المسألة دي، نعدي المسألة دي. أرجع تاني، أنا بقول بقارن ما بين الريليشن ما بين الفيلد كوانتيتيز، الدي بتساوي إبسلون نوت إي والبي بتساوي ميو نوت إتش. خلي بالكوا ده لو فري سبيس، لكن لو ميديوم الدي بتساوي ابسلون اي والبي بتساوي ميو في اتش والابسلون بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار والميو بتساوي ميو نوت في ميو ار، والميو نوت زي ما احنا عارفين 8 8 5 4 في 10 اس ناقص 12 فراد بير متر، والميو نوت 4 باي في 10 اس ناقص 7 هنري بير متر. عندنا حاجة اسمها conduction current density. حد عارف يا سادة؟ بص كده على السلايد يا سادة. ايوه الجي سي يا دكتور، الجي سي. الله يفتح عليك. الجي سي، الجي سي دي بتساوي سيجما في اي، والجي سي فيكتور واي فيكتور وسيجما الكوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي هي عكس الريزستيفيتي، هي سيمنز بير متر، هي اوم بير اوم ماينس 1 بير متر، هي موه بير متر. ده اسمها يا جماعه، خلي بالكم المساله جايه على دي، جي سي بتساوي سيجما في اي. وجه عالم ماكسويل ضاف حاجة اسمها جي دي، جي دي اللي هي مين يا جماعة؟ الديسبليسمنت كارنت، والجي دي بتساوي بارشل دي باي بارشل تي، ونشيل الدي ونحط ابسلون نوت اي بقى تساوي ابسلون نوت بارشل اي باي بارشل تي. عرفنا يا جماعة؟
اسمها ال displacement current density. المسألة قدامك اهي. يلا عايز اكتب اسم حد مع 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 يوسف وضحى. ارى المسألة يا سادة. In a material for which, for which sigma بتساوي 5 ohm minus 1 على المتر. طب دي احنا عارفينها. Epsilon R بتساوي 1. مديك الالكتريك فيلد انتنسيتي E بتساوي 250 ساين 10 أس 10 تي. عايز الكوندكشن كارنت دينستي. سهلة خالص اهي. 1250 ساين 10 أس 10 تي. كويس برافو عليك. انت مين بقى؟ محمد صلاح. محمد صلاح او ادا بطل جيد اهو محمد صلاح. طب يا محمد كمل بقى يا محمد عشان توصل زي يوسف. عايزين الديسبليسمنت كارنت دينستي. هو حضرتك احنا هنجيب ابسلون نوت اللي هي 8.85 في 10 سالب 12 ونضربها في تفاضل 250 في 10 اس 10. الله على الناتج عشان هتك الدرجه النهائيه في اعمال السنه. بس انا معاك اهو ويتنج فور يو. ولسه ضحى في السباق. ها عايز اطلع من محاضر النهارده 3 4 اقفلهم اعمال السنه. حاضر يا دكتور حاضر. يلا جو اهيد. دكتور هي 9.22 و 13% اللي هي مين جي دي؟ اه جي دي زي ما زميلك قال هتساوي ايبسلون نوت بارشال اي باي بارشال تي. 250 يا دكتور في 10 اس 10 كوزاين 10 اس 10 تي. فين ايبسلون نوت يا ابني؟ وايبسلون ار؟ هي ايبسلون نوت. ايبسلون نوت اللي هي 8.854 في 10 اس ناقص 12 وايبسلون ار بواحد. طب هي مش هتبقى دكتور 8.854 في 10 اس سالب 12 22.125 يا دكتور. ايوه ايوه بص خليك معايا يا بنتي. انت قلت 8 أيوة. بوينت انت صح يا ابني 22.135 من 1000. ها كمل يا ابني. كوزاين 10 اس 10 تي. كوزاين 10 اس 10 تي. انت مين بقى؟ محمد صلاح. ماشي يا محمد هقفل لك اعمال السنه يا محمد. ادي نمره 2. شكرا دكتور. ها تعالى يا بنتي خلي بالك معايا. انت قلتي ايبسلون نوت في ايبسلون ار اللي هي 8.854 في 10 ناقص 12 في 1. في لما جينا نفاضل الساين طلعنا في 250 وطلعنا ال 10 اس 10 فكوزاين فيبقى فيه الرقم ده كله يطلع 22.135 من 1000. ها اليونت ايه يا محمد يا صلاح؟ كارنت دينستي. امبير بالمتر سكوير. برافو عليك. طبعا الجي سي هي امبير بالمتر سكوير والجي دي امبير بالمتر سكوير. اللي هيحل النقطه رقم 3 هقفل له اعمال السنه. خلاص احنا معانا دلوقتي محمد صلاح ومعانا يوسف. يلا يا ضحى بتقول ايه السؤال رقم 3؟ Determine the frequency at which the magnitude of the two paths to mention the current density are equal. عندك جي سي يا ضحى ولا مش عندك جي سي؟ اللي هي سيجما في اي. عندي جي دي. وعندنا جي دي اللي هي ابسلون بارشال اي باي بارشال تي. بس هو هنا مديك حاجه بقى الاي تايم هارمونيك فيلد. يعني ايه تايم هارمونيك فيلد يا دكتور؟ نعمل ايه يا جماعه؟ يعني اي بتساوي نوت اي اوميجا تي. اهي تايم هارمونيك يعني اي تساوي اي نوت اي اس جي اوميجا تي. ساوي دي بدي وهات الامبليتود هنا وهات الامبليتود هنا وطلع الفريكوانسي. يلا تشالنج تحدي اللي هيطلع الفريكوانسي هقفل له اعمال السنه. اي بروميس وعد مني.
الفريكوانس هتيجي منين يا دكتور؟ عندنا اوميجا واوميجا 2 باي اف. دكتور انا لما هشتق الاي بالنسبه للتايم هيطلع معايا اللي هو المفروض يعني 5 في ايبسيلون نوت في بتساوي 8.85% في 10 سالب 12 في جي اوميجا. صح؟ ايوه. الامبليتود واحد يا ابني هنا وهنا، جي سي شاو جي دي تساوي الامبليتود هنا بالامبليتود هنا، وطلع اف الفريكوانسي. بنات مصر، ضحى بحاول والله. ثواني. سهلة جدا، سهلة جدا، ما هي المشكلة في الأرقام بس. ثانية دكتور، هي السيجما على الجي في الإبسيلون نوت يا ماما؟ في جي بقى، احنا بقول الأمبليتود هنا يساوي الأمبليتود هنا، يعني ما شيل الجي خلص، يعني هتطلع السيجما على إبسيلون نوت. ما هو الجي سي سيجما اي، طب دي عرفناها، والناحية التانية جي دي جي اوميجا ابسلون اي. طب هتطلع الجي راح مع الاي وما لناش دعوه بالجي. 5.6 ها؟ 5.6 في 10 11؟ لا. عايز حد يقول الناتج؟ ثمانية بوينت تسعة وتسعين في عشرة عشرة. برافو عليك. انت مين؟ محمد عبد الحميد. كويس. في شاب جديد اهو، محمد عبد الحميد. الاجابة صحيحة، الاجابة 89.9 جيجا هرتز. ما هو محمد قال 8.99 في 10 أس. هي جاية منين يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، جي سي بيساوي جي دي، فجي سي اللي هي سيجما في اي، وجي دي جي اوميجا ابسلون اي. الاي راحت مع الاي وسيبنا من الجي، ومش عايزين الجي اللي احنا امبليتيود، يبقى سيجما بتساوي اوميجا ابسلون، واوميجا 2 باي اف، وابسلون ابسلون نوت في ابسلون ار. فاف هتساوي 5 على 2 في 3.14 في 8.854 في 10 أس ناقص 12 في 1. ماشي يا محمد عبد الحميد؟ طيب لسه ما زال في السباق محمد صلاح، محمد عبد الحميد، يوسف وضحى. هدي مسألة تانية عشان ضحى. يلا يا ضحى، اخر فرصه عشان تقفلي. اقرا المساله يا ساده، سهله جدا جدا. معايا في السلايد. If the electric potential in free space is given by 4x square y زد ناقص 2، calculate at the point 2 وناقص 1 و3 الالكتريك فيلد انتنسيتي E. سهلة جدا. يلا يا ضحى، ها هتبقى ناقص 32 على 27 يا ماما. احنا ايه بتساوي ايه؟ الاي بتساوي ال هتبقى ناقص جراد بي. ناقص يبقى 32 على 27 بس يا ماما. ده انا هجيب، هات الاول دي في باي دي اكس ودي في باي دي واي ودي في باي دي زد
وعوضي. ممكن اقول اي حد يقول اهلا وسهلا ويلكم. هتبقى انا هعملها الاول طلعي الناتج، طلعي الناتج يا بنتي، طلعي الناتج براحتك خالص. انا هقول الالكتريك فيلد انتنس اي هتساوي ناقص افتح قوس بارشال في باي بارشال اكس في اتجاه الاكس زائد بارشال سالب 1 ب 18. يا ماما عوضي ب 2 سالب 1 و 18 من 100 اكس في اتجاه الاكس و 0 و 59 من 100 في اتجاه الجي و 1 و 18 من 100 في اتجاه الزد في اتجاه تي. حد تاني اكد لها المساله. انا عندي استنى انا عندي غلطه في المساله. خلي ده هي بدل 3 خليها 2، يعني 2 وناقص 1 و2 بدل 3. يا ساده 2 وناقص 1 و2 بلاش 3. النقطه 2 وناقص 1 و2 الاكس طالع بسالب 4 يا دكتور. الاي طالع ايوه الاكس بزائد 4 يا ابني. ايوه ما بزائد 4 عشان في ماينس بره زائد 4. طيب ماشي ها. والواي حد من بنات مصر الواي طالع ب 4 ايوه سالب 4 سوري طلع بسالب 4 ايوه والزد ب 8 سالب 8 سالب 8. الزد طلع بأربعة للثمانية زد بسالب واحد واحد من عشرة. طب نمسك واحدة 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 واحدة. هي أربعة إكس سكوير واي زد ناقص اتنين بارشال في باي بارشال إكس هيبقى تمانية إكس واي زد ناقص اتنين. حد عنده اعتراض في دي؟ والواي ودي في باي دي واي الواي هتروح يبقى 4 اكس سكوير زد ماينس 2 في اتجاه الواي وبارشال في باي بارشال زد هيبقى ناقص 8 اكس سكوير واي زد ناقص 3. فاضل بقى كلها 4 يا دكتور. نعم يا حبيبي كده كلها 4 يا دكتور صح. الله يفتح عليك جميل. ها 4 ايه بقى ها؟ لا هتبقى 4 ونيجاتيف 4 بالظبط. انت مين بقى؟ انا نورهان. نورهان كويس ظهرت نورهان اهلا وسهلا نورهان. نورهان ايه؟ نورهان ناجي. برافو يا نورهان دخلت في السباق بقى نورهان وضحى. طيب عايز حد يطلع المطلوب الثاني الالكتريك فلاكس دينس هقسمه على يا ماما ابسلون هنضربه يا دكتور هنضربه ثلاثة بوينت خمسة أربعة في عشرة سالب 11 يا دكتور. كويس ها في كل الأرقام ثلاثة بوينت خمسة أربعة في عشرة سالب 11 كويس نفس الرقم يا دكتور نفس الرقم نفس الرقم اليونت إيه عشان أكتب اسمك اليونت إيه كولومب متر سكوير اليونت كولومب. أنت مين بقى؟ أنا محمد صلاح. برافو يا محمد. خلاص يا محمد انت خلاص عديت محمد صلاح خلاص قفل وهو ويوسف وفاضل ضحى ومحمد عبد الحميد ونورهان. طب المطلوب الثالث يلا ذا فوليوم تشارج دينستي اللي هيطلع الناتج هاديله اعمال السنه على طول اقفلها له. حد عارف الفكره؟ محدش عارف الفكره. هجيب الجراد بتاع الاي واضربه في الابسلون نود هيديني الشارج دينستي برضو. لا يا ماما ركزي ركزي بس ركزي. رو في رو في رو في فوليوم تشارج دينستي في قانون. نعم هي مش الرو في ايكوال كيو على جيب الديف دايفرجنس عشان الدايفرجنس بتاع هجيب الدايفرجنس بتاع ايه الاي الايه
الاي الاي الالكتريك فيلد انتنس ماشي اضربه في الابسلون نوت. اه طب ما هات الديف بتاعت دي على طول يا جماعه الفكره طيب. ببساطه رو في بتساوي ديف دي منتظر حد يقول النتيجه ومحتاج النتيجه الرو في ده هيبقى سكيلر ولا فيكتور واليونت ايه انا مستني حد عشان اضيفه للمجموعه. طيب انا ممكن اقول انا ضحى اليونت هتبقى كولوم على متر كيوب يعني أيوة. وهتبقى سكيلر علشان احنا هنضرب الدي في الـ في الـ في الابسلون نود على طول اف دي. طلعي الناتج بقى انت ضحى انت مين انت ضحى يلا ضحى اقفل لك الدرجه يلا طلعي الناتج يا ضحى رو في بتساوي ديف دي او ديف ابسلون نوت اي او 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 رو في على ابسلون بتساوي ديف اي زي ما انت عايز طلع الناتج. انت الوقت قريبه من النات من ال من انك تاخد الدرجه النهائيه يا ضحى يلا طيب الاولانيه هتبقى 3.5 في 10 بار نيجاتيف 11 طلع الناتج ده رو في ده سكيلر رقم قولي لي رقم في الاخر دكتور هتطلع 4.2 من 10 لا احنا بنضرب الدي في الاي صح بنضرب الدي في الاي دكتور نعم 5.3 من 10 تطلع عندي لا برضو هي في 10 أس 11 اي بس الرقم كام 7 دكتور 3 دكتور مش تطلع بثلاثة دكتور صح؟ نعم مش تطلع بثلاثة دكتور هنطلب نجرب الدي في الاي صح؟ كلام ده؟ رو في بتساوي ديف دي ودي ابسلون نوت اي بس بس هتبقى الديف بارشال اي باي بارشال اكس بارشال اي باي بارشال واي بارشال اي باي بارشال زد وهنعوض بالنقطة 2 وناقص 1 و2 يبقى 1.5 دكتور لا برضو لا يا حبيبي لا لا3.5 هسهل الامور لما الرو في بتساوي دي في دي
وبدل دي هخليها ايبسلون اي وفاضل بارشال اي اكس باي بارشال اكس بارشال اي واي باي بارشال واي بارشال اي زد باي بارشال زد. فلما فاضل الاي بالنسبه للاكس تطلع ناقص 8 واي زد ناقص 2، ولما فاضل الاي واي بالنسبه للواي بزيرو، ولما فاضل الزد بالنسبه للزد الاي زد يطلع اكس سكوير دوال على 4. حد هيقول لك اكس سكوير واي ده الزد، وبعدين عوضي بقى بالنقطه 2 وناقص 1 و2. انا عندي طالع الاتي 7.099 في 10 اس ناقص 11 كولوم. انا من خلال هذه المحاضره عندي 3 يوسف في اعمال السنه وضحى ومحمد صلاح نورهان ومحمد حميد ابو حميد بونص. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل بقيه الايه المراجعه لو في محاضرات، بس عايز اقول لكم سؤال مهم جدا، وهو احنا كتبنا اول سؤال ايه؟ قلت define physically the electric flux define electric flux physically and mathematically. اكتب السؤال الثاني لو سمحت. mention the main contributions of Maxwell in electromagnetic field theory. سؤال نظر يا هو. اذكر اسهامات العالم ماكسويل في مجال في نظرية المجال الكهرومغناطيسي. كم بند يا جماعة؟ كم اسهام احنا قلناهم في المحاضرة؟ خمسة. الله يفتح عليك. اول واحد الله يفتح عليك. He corrected Ampere circuit law. عمل ايه يا دكتور؟ Introduced displacement current density concept اللي هو جي دي. وبعدين he used a set of four first order differential equations of others. خد اربع معادلات درجة الاولى بتاع الاخرين، اتنين لجاوس واحد لامبير واحد لفاراداي. he combined them into two second order differential equations. حولهم لمعادلتين من الدرجة الثانية، يسمى في مجال اتصالات الويف إكويشن، ويسمى في الفيزيكس هيلمهولتز إكويشن. وبعد كده عمل إيه يا دكتور؟ حل المعادلتين اللي هو الويف إكويشن، ومنها طلع هي فورميليتس ذا ماثيماتيكال بيزس ذات ديسكرايب أكيوريتلي أند كومبليتلي الإلكتروماجنتيك راديشن. طلعنا ان فيه موجة ترافلينج فورورد وموجة ترافلينج باكورد، وحسب الالكترومجنتيك ويف سبيد اللي هي واحد على جذر ميو نوت ابسلون نوت وجد انها تساوي سبيد اوف لايت، ولذلك قال اللايت از ان الكترومجنتيك ويفز. الناس خدوا الابحاث اللي عملها ماكسويل في مثلا هيرتز، عمل انسترومنت كان سند اند ريسيف ويفز باستخدام ماكسويل. ماركوني العالم جو جاليلمو ماركوني عمل فيرست وايرلس لينك بتوين يوروب اند ايست امريكا، اول تحقيق اتصال لاسلكي بين اوروبا وامريكا الشرقيه فيا اتلانتيك اوشن عبر المحيط الاطلنطي، استخدم يوزنج ماكسويلز ايكويشن. اخر حاجه في المحاضره يا ساده، الرسم ده اربع رسومات هيجي في الامتحان، بس خلي بالك. ايه ده يا دكتور؟ حد من زمايلكم المره اللي فاتت سالني يا دكتور هو كل مره الاي تبقى في اتجاه الاكس؟ قلت له لا، الرسم اللي قدامكم دي اللي باللون الاحمر ده الواي الكتريك فيل،
يبقى هنا الالكتريك فيلد في اتجاه يا ضحى في اتجاه الواي الواي، والماجنتيك فيلد اللي هو بالازرق في اتجاه الاكس، والدايركشن اوف بروباجيشن في اتجاه الزد. ان شاء الله الترم الجاي هنسمي الويف دي فيرتيكال بولاريزيشن. ماشي يا جماعه؟ يعني لما يبقى الالكتريك فيلد في اتجاه الواي بنسميها فيرتيكال بولاريزيشن. احنا اليومين دول بيغيروا ضبط القنوات عبر الاقمار الصناعيه، يقول لك الاستقطاب البولاريزيشن. تقول احنا الدكتور حامد قال لما يبقى الالكتريك فيلد في اتجاه الواي بتبقى فيرتيكال بولاريزيشن، استقطاب راسي. نفس الكلام هنا الواي في اتجاه ايه يا نورهان؟ الواي اتجاه الالكتريك فيلد. الواي الالكتريك فيلد في اتجاه الواي، والاكس الماجنتيك فيلد، واتجاه البروباجيشن في اتجاه الزد زي الثانيه. يا اما يبقى الالكتريك فيلد في اتجاه الواي بنسميها فيرتيكال بولاريزيشن. طيب عرفنا الاثنين دول زي بعض. شوف اللي جايه هنا العكس، اللي باللون الازرق ده الماجنتيك فيلد هو اللي في اتجاه الواي، واللي باللون الاحمر ده هو الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس. لما الالكتريك فيلد يبقى في اتجاه الاكس بنسميها هوريزونتال بولاريزيشن. يبقى ركز معايا، هجيلك في الامتحان واقول لك سكتش ذا اي اند في اند اتش فيكتور اند الدايركشن اوف بروباجيشن. على طول هنا الاي في اتجاه الاكس، هنا الاتش في اتجاه الواي، ده اتجاه الزد. نفس الكلام اللي باللون الازرق ده الماجنتيك فيلد في اتجاه الواي، واللي باللون الاحمر ده اتجاه الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس. تقول الموجه دي الدكتور حامد قال لما يبقى الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس نسميها هوريزونتال بولاريزيشن. حد له اي سؤال في الويف دي؟ يعني مش شرط لما، لذلك هتلاقي في سؤال في الامتحان سكتش ذا الكتريك فيلد فيكتور اند ماجنتيك فيكتور اوف بلين الكترومغنيتيك سبيس شوينج ذا دايركشن اوف بروباجيشن. حد له اي سؤال يا ساده؟ طبعا اللي حاضر 18 نسبه سيئه جدا. انا النهارده قلت اهم اسئله في الكورس في الجزء الاولاني وركزت على حاجات، رجاء نهتم باللي انا ركزت عليه. اي سؤال؟ طبعا النسبه سيئه جدا، الناس اللي حضرت هي الكسبانه، وخاصه الخمسه يوسف وضحى ومحمد صلاح ومحمد عبد الحميد ونورهان. نورهان ستوب ريكوردينج.